المنظر لوحده يعني مش قادرة، عايزة اكلها تاني. النهاردة اوريكم ازاي نعمل الكرات الصغيرة الفلافي الحلوة اللي بتتباع في سينابون، بتتباع في انتي انز، بتتباع في تاكو بيل، اعتقد عندهم نسخة منها برضو. انا بحبها اكتر من السينابون الكبير كمان، يعني بحب البايتس الصغيرة، الكور الصغيرة دي بتبقى فلافي وخفيفة وقطمة واحدة كده. هنعمل اللي بتتقدم العادية اللي بالسكر والقرفة، وهنعمل اللي بيتصب عليها صوص شوكولاتة شكلها تحفة، بسيطة جدا وطريقتها سهلة جدا وشكلها في التقديم خطير، احلى من الجاهزة كمان. سهلة قوي، العجينة مقاديرها بسيطة، بتطلع كمية كبيرة، جربوها في البيت ومش هتشتروها جاهزة تاني. تعال نبدأ بالمقادير. اول حاجة هنحتاج كوباية من الحليب، كوباية واحدة يكون دافي شوية. هنحتاج كمان بيضتين نطلعهم من قبلها من التلاجة عشان ما يبقوش باردين قوي، وهنحتاج تلت كوباية من السكر، معلقتين كبار من الخميرة الجافة، وكمان تلت كوباية من الزبدة سيحتها وسبتها تبرد شوية صغيرين. ممكن تستخدموا زبدة وتسيحوها، الزبدة بتدي طعم حلو للعجينة، وممكن تستخدموا زيت، الزبدة بتخلي طعم العجينة أحلى، الزيت بيخليها خفيفة كده وفلافي. هنحتاج كمان 4 كوبايات من الدقيق، الدقيق العادي متعدد الاستخدامات، وهنحط له رشة ملح صغيرة وبس. هي دي كل المكونات اللي احنا محتاجينها. اول خطوة هحط الخميرة على الحليب الدافي واقلبها مع شوية من السكر، شوية صغيرين من السكر علشان بس تساعد ان هي تنشط الخميرة. بعد كده هخلط كل المكونات لحد ما تتداخل مع بعض ونلم العجينة ونعجنها كويس. انا حطها في الستاند ميكسر، فحطيت الدقيق وحطيت بقية كمية السكر وشوية الزبدة اللي سيحناهم، وادي الخميرة عملت فقاعات كده وبقت حلوة، فنقدر نكمل. والبيضة علشان يتداخل معايا انا بزوده بيضة بيضة، يعني باخدها اضربها كده بالشوكة او بالمضرب لحد ما تتخلط كويس، وبعدين ادخلها مع العجينة. لازم نعجن العجينة كويس، لو بإيد نديها كده 8 دقايق 10 دقايق عجن، أو في الستاند ميكسر لحد ما اتلمت على بعض وبقت العجينة ناعمة. العجينة دي هيبقى قوامها ناعم وملساء كده. لميتها الكورة على بعض وهغطيها وهسيبها تخمر لحد ما حجمها يبقى الضعف، حوالي ساعة. وبعدين هنقطعها بقى ونشكلها كور، والكور اسهل حاجه في تشكيلها، اسهل من الدوناتس ونخرمها من النص والحاجات الاشكال الغريبه اللي بتطلع مع الناس دي. دي هنعملها كور. عشان نعملها كور في طريقتين. اول حاجه ممكن اخد قطعه العجينه كلها على بعض افردها، بس من غير ما يبقى سمك رفيع، يعني افردها لسمك تخين شويه زي ما انتم شايفين كده. واقطعها باي حاجه مدوره، غطا حاجه، انا استخدمها بايبنج تيب، اي حاجه يعني مدوره نقدر نقطع بيها لكور صغيره. انا بحب الطريقه دي عشان بتطلعهم كلهم تقريبا نفس الحجم، بيستووا بنفس السرعه. وباقي العجينه اللي حوالين الكور بشيله والمه تاني، ممكن اسيبه يرتاح شويه عشان يتفرد معايا بسهوله، وافرد واقطع منه تاني. او الطريقه التانيه ان احنا نقطع من العجينه كده على طول قطع صغيره نعملها كوره ونقليها. كل الكور اللي انا بقطعها بحطها في صينيه او حاجه رشها شويه دقيق، هغطيها فوطه نظيفه عشان المفروض تخمر كمان شويه على ما نسخن الزيت، يعني حوالي نص ساعه المره دي، 45 دقيقه، يعني الكرات الصغيره ترجع تتنفخ تاني كمان شويه، يدخل لها شويه هواء بما ان احنا فردناها وكده، فعايزين نستنى عليها شويه انها حجمها يزيد اكتر من كده علشان لما نقليها تبقى فلافي ومنفوخه وما تبقاش دنس ويبقى داخل لها هواء كتير. بسخن بقى زيت درجة حرارته تكون متوسطة، ما يبقاش سخن قوي عشان ما تتحرقش اول ما تنزل، وما يبقاش برضو زيت بارد زيادة عن اللزوم عشان لو اختبرنا مع اول واحدة كده وحسينا ان مفيش فقاعات والزيت لسه مسخنش، نستنى لما يسخن شوية علشان ما تشربش زيت وتبقى قوامها مزيت كده ومش حلو. درجة حرارة الزيت لو مظبوطة المفروض ان هي تاخد لون ذهبي بالراحة، مش بسرعة، تاخد وقتها عشان تستوي من جوه، وبحرك فيها واقلب كده لحد ما تاخد لون من كل الاتجاهات. بعد ما قليت بقى الكميه كلها بطلعها تصفي اي زيت زياده في المصفه كده، شكلها من جوه عامل ازاي، فلافي، العجينه خفيفه من جوه ومش شاربه زيت، وفي نفس الوقت واخده قرمشه خفيفه قوي ذهبي من بره كده.
اول واحده هنعملها اللي هي اسهل واحده، اللي هي ميكس السكر والقرفه. عشان نحطها في السكر والقرفه المفروض نستنى لما تبرد شويه صغيرين، وبعدين نحطهم في الطبق ونحرك كده لحد ما تغطى بطبقه خفيفه. شوية بقى من العجينة هنصب عليها شوية شوكولاتة سايحة. هنعمل واحدة بشوكولاتة دارك وواحدة بيضة. اي بار شوكولاتة عندكم تقطعوه بالسكينة قطع ونسيحه، حطيتها في الميكرويف 30 ثانية ونقلب لحد ما كل الشوكولاتة تسيح مع بعض، او نحطها على حمام بخار. اذا حسيت ان قوامها تقيل شوية ممكن تزودوا معلقة واحدة كبيرة من الزيت، وهنصبها بقى وهي لسه سائلة فوق البايتس اللي احنا عملناها، وهما مرصوصين في نفس الطبق اللي هتتقدم فيه. ممكن تحطوهم جنب بعض، اي طريقه تقديم بقى انتوا حابينها. الحبه الصغيرين بقى اللي بيتبقوا من كل واحده بحطهم في كيس، واقطع الطرف بتاعه حته صغيره قوي واعمل بيها خطوط من اللون المختلف. اعمل بيها خطوط كده بتخلي شكلها في التقديم حلو جدا. حركه بسيطه بس بتخلي شكلها في التقديم يعني بروفيشنال. ايه ده، يعني محترفين اللي عاملين الكلام ده ولا ايه؟ مبهره كده لما تقدموها لاصحابك ولا للضيوف. وبس كده شكلهم حلو وطعمهم احلى. العجينه فلافي قوي وعشان لسه معموله فريش فمش مركونه كده وفلافي وطريه من جوه. والسينابون بايتس او كراست السينابون انا بحب الحاجات اللي زي دي تتاكل في نفس اليوم، بس بجد طعمها لذيذ جدا. اللي بالقرفه والسكر انا بحبها كلاسيك، اللي بالشوكولاته طعمها حلو جدا. ممكن تعمل واحده تانية بالكراميل، تحطوا عليهم ترش عليهم رشه مكسرات بيكان او اي نوع مكسرات على الوش كمان. تقدروا تتفننوا فيهم بقى زي ما انتوا عايزين. بالهنا والشفا مقدمه لكل هيجربها، واشوفكم تاني على خير قريب، وباي باي.